بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. لسه مكملين مع حضراتكم قصة سيدنا سليمان عليه السلام اللي ربنا سبحانه وتعالى سخر ليه الرياح والجن جنود ليه وعلمه لغة الحيوانات والطيور. واتكلمنا كمان عن بلقيس ملكة سبأ اللي كانت بتعبد الشمس هي وشعبها، وبعد ما رفض سيدنا سليمان هديتها وأمر إن عرشها يجيله ودخلت وشافته، هل الموقف ده كان سبب لدخولها في الإسلام؟ هنعرف ده. وكمان هنعرف ايه قصة خاتم سليمان اللي كترت عليه القصص والحواديت، وايه حكاية لفظ الجلالة اللي كان مكتوب فيه، وهنعرف كمان حكاية بناء بيت المقدس اللي بدأ في بنائه سيدنا داود ومات قبل ما يكمل، واللي كمله من بعده سيدنا سليمان، وازاي استكمل بناؤه رغم انه مات ومحدش عارف خبر موته لمدة طويلة جدا. هنتكلم في تفاصيل ان شاء الله كتير جدا النهاردة مع فضيلة الشيخ محمد ابو بكر من علماء وزارة الاوقاف والازهر الشريف، وان شاء الله هنكون في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. فضيلة الشيخ سلام عليكم وأهلا بحضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وبياك وجعل الجنة مسوانا ومسواك ومسوى المشاهدين الكرام، قولي أمين. أمين أمين يا رب. لما وصلت بلقيس قصر سليمان وشافت العرش بتاعها، كان رد فعلها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنشأ وبرأ وخلق الماء والثرى وأبدع كل شيء وذرى، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الظلمة إذا سرى، ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. خلق آدم من تراب ثم اجتباه فتاب عليه وهدى، ونجى الخليل إبراهيم من النيران فاعتبروا بما جرى، وأيد موسى بمعجزات تظهر الورى، وأرسل عيسى بالآيات لأولي النهى، وزكى الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم فكان مسك الختام والهدى. وبعد، سيدنا سليمان عليه السلام أراد أن يستعرض قوته وأراد أن يبهر ملكة سبأ، فإذا به يقول نكروا لها عرشه، أي اجعلوا الماء يجري ثم غطوه بالزجاج. هي لما دخلت فوجئت بعرشها، فسيدنا سليمان سألها سؤال وينتظر الإجابة، علشان على ضوء الإجابة يحدد إذا كانت من أهل الكبر والغرور أم من أهل التواضع والانكسار. كان إيه السؤال؟ أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو. ودي إجابة غاية في الدبلوماسية، لم تقل هو. أيوة هو. فإن قيل إن قالت هو سيكون المبادرة من الذي أتى به لهنا، وإن قالت لا كذبت، والملوك لا تعرف الكذب، الكذب عند الملوك. فقالت إجابة بين البنين دبلوماسية، كأنه هو، كأنه هو. ولذلك سيدنا سليمان، شوفي بقى الاعتراف بنعمة ربنا، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. بدأ سيدنا سليمان يناظر الحجة بالحجة ويقاوم الفكر بالفكر، حتى هدى الله بلقيس للإسلام فأسلمت وآمنت، وأسلمت مع سيدنا سليمان لله رب العالمين. والعبارة دي جميلة أوي في القرآن، ربنا ما قالش وأسلمت بلقيس وسكت، لا، ده شوفي ربنا بيديه قدرها، بيديها كملكة، بيديها البرستيج بتاعها. وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. سيدنا سليمان قيل أنه تزوجها وأقرها على ملكها في اليمن، لأن احنا عندنا الشريعة الإسلامية ما تنتزعش الملك من حد، خلي بالك، وعشان الناس كلها تبقى فاهمة، حتى الإسلام لما الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل الكتاب إلى المقوقس عظيم القبط في مصر، قال أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فعليك اسم الإرسيين، يعني اسم الشعب بتاعك اللي انت عايش معاه. المقوقس كان رايح له واحد صحابي جليل اسمه سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة، قال له ارجع خلي النبي بتاعك يدعي علينا. فشوف في دبلوماسية سيدنا حاطب، قال أيها الملك، إن نبي ما بعث على الناس داعية، وإنما بعث للناس هادية. الله. فغير نظرته، أهدى النبي صلى الله عليه وسلم جاريتين اللي هما ماريا وسيرين، وأهداه العسل اللي من عندنا من بنها من مصر، وأهداه الطبيب. فشوفي الجمال، يقرها على ملكه. وليه يقرها على ملكه؟ لأن الإسلام عندنا بيدي قدر للمرأة
عالي قوي. خدي بالك يعني دائما وانا ابحث واحمد الله ان كنت يعني متخصصا في الاديان والمذاهب، فكلما قرأت في ملة او في معتقد او في مذهب لا اجد مذهبا او دينا ينصف المرأة الا الاسلام. حتى من يدعون الان انهم اصحاب حقوق المرأة من الغرب، الاسلام كرمها دين عجيب طبعا. كرمها تكريم عجيب جدا في القرآن. بس يعني على سبيل المثال، الرجل اذا خان زوجته يرجم حتى الموت، إذا تزوج امرأتين ولم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقهما. شوف العظمة والجمال. طيب إذا كتب لها صداقا ولم يعطها إياه ولم تسامح فيه لقي الله سارقا زانيا، إذا فارقها 4 أشهر ترفع أمرها للقاضي فيحكم بالطلاق، إذا طلقها لا يحق له أن يأخذ منها شيئا أبدا. طب هو في حاجات كده يعني ما ينفعش إن احنا نقف عندها ونسأل ربنا سبحانه وتعالى ليه؟ بس هل ده لحكمة ربنا سبحانه وتعالى في تكوين المرأة، إنها مهما في بعض السيدات بتدعي القوة ويعني وإنها تقدر تعمل كل حاجة ضعيفة. بس ده اللي أنا بسأل حضرتك عليه. ضعيفة. ولذلك هي المرأة ليه دايما يقولك المرأة ليه صاحبة العاطفة وصاحبة الدمعة، لأن هي خلقت من جسد حي، ما هي خلقت من ضلع آدم. لكن آدم خلق منين؟ من الأرض. الأرض صلبة شديدة، عنده القوة. ولذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يوصي بها. ولذلك شوفي من جمال الإسلام، إذا أكرمها الرجل فهو كريم، وإذا أهانها وضربها فهو لئيم. العجيب والأعجب إن الإنسان إذا دافع عن عرض زوجته ومات كان ذلك شهادة له في سبيل الله. الزوجة إذا صبرت على زوجها وأطاعته في المعروف كان ذلك جهادا لها في سبيل الله. ده أنا أقول لك على العجيب. العجيب إن سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يجعل اللقمة اللي حضرتك بترفعها لفم زوجتك صدقة. يجعل اللقاء اللي بينك وبين زوجتك صدقة. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم مرضية وجبر الخواطر والطبطبة وكل الكلام ده، في أعظم من كده. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث معناه دون لفظي، المعنى يقول لك إذا نظر الرجل إلى امرأته نظرة رضا نظر الله إليه نظرة رضا، وإن نظرت إليه نظرة رحمة نظر الله إليها نظرة رحمة، فإن أخذ بكفها مسك إيديها كده، شوف الرومانسية، تساقطت ذنوبهما من بين أصابعهما. هسأل حضرتك سؤال يا فضيلة الشيخ، هي الجنة مهرها غالي قوي ولا ربنا سبحانه وتعالى مبسطها لنا؟ يعني بعض التفاصيل اللي حضرتك بتتكلم عليها دلوقتي حاجات بسيطة قوي ممكن تعدي علينا كلنا تقريبا. السلعة غالية لكن المهر لمن أراد أن يشتري السلعة فليدفع المهر، والمهر غاية في الزهد، طاعة ربنا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. شوف العظم والجمال ده. الجمال أنا بقول ليه الكلام دوت، علشان إحنا دايما نقف عند حدود الإسلام. يعني الإسلام يقولك إذا طلق الرجل المرأة لا يحق له أن يأخذ منها شيئا أبدا. شوف الجمال. ولا يحق له أن يغصبها على شيء أبدا. ده مش كده وبس، ده ربنا حمى عرض المرأة بتمانين جلدة. اللي يتكلم في حق امرأة ياخد 80 جلدة. فعشان كده سيدنا سليمان تعامل معها تعامل الملوك، أقرها على ملكه. سيدنا سليمان قيل أنه كان متزوجا من 100، وقيل أنه متزوج من 1000، لكن الوارد في البخاري أنه كان متزوج من 70. والقرآن في سورة صاد، لأن دي آية شغلت ناس كتير قوي. 70 في وقت واحد؟ أيوة نعم، دي شريعتهم. ما هو خلي بالك لكل شريعة لها نظام معين، الشريعة المساوية غير الشريعة الإيساوية غير الشريعة المحمدية. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم ما جاء على الصحابة وكان منهم من يتزوج 20 و10 و30 و40 و50 إلى أن نزل الحد بالأربعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل واحد أمسك 4 وفرق الباقي أو أطلق الباقي أو أسرح الباقي. فالحبيب صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب. في البخاري بقى الآية اللي شغلت الناس، ربنا في سورة صاد يقول إيه؟ ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب
سيدنا سليمان قال لأطوفن الليلة على 70 امرأة، على 70 من النساء، فأنجب من كل واحدة فارس يجاهد في سبيل الله. وعند الجزئية دي ينسي يقول إن شاء الله. دي مهمة جدا. خلينا ناخد التليفون. ومصطفى، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. سعيدة اللي سمعت صوت حضرتك والشيخ الفاضل الشيخ محمد وفضل. نورتينا نورتينا، اتفضلي. ربنا يخليكم ويجازيكم عنا كل خير يا رب. يا رب. ممكن اسال الشيخ سؤال؟ طبعا طبعا طبعا، اتفضلي. السلام عليكم فضيله الشيخ. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا سعيده قوي اني سمعت صوت حضرتك. حفظك الله من كل سوء وشر ومكروه. ربنا يجزيك عنا كل خير، وبسالك الدعاء. ربنا ييسر لك امرك ويزيح كربك ويفرج همك ان شاء الله. يا رب يا فضيله الشيخ، اللهم امين يا رب. دلوقتي فضيله الشيخ جوزي متوفي، وعندي بيتي 3 ادوار، فهو كان كاتب لي الدور الثالث باسمي والدور ومعايا ولد واحد، فهو عايز يكتب لي ابني، عايز يبيع لي نصيب يعني في البيت على اساس طول العمر ليه، يعني اهل والده يعني ماشي دخلوا في الورث لانه مريض مرض مزمن. ده السؤال الاولاني. وشوف حق انا بخاف من ربنا يا فضيله الشيخ، ما تتصور. ده اول سؤال. وسؤال تاني، يعني من يعني غصب عني ساعات بقول يعني مثلا كنت مثلا الحاجه مش عندي اقول والله عندي، خدت بال حضرتك؟ ومثلا يعني دايما والله دي في بقي، يعني ساعات يعني غصب عني ساعات مش ببقى صادقه فيها غصب عني. فحضرتك يعني شوف ايه حرام ولا حلال لو ابني كتب. وسؤال كمان، لو مثلا لو بعت البيت واشتريت شقه، هل اكتبها باسم ابني ولا باسمي ولا اعمل ايه؟ حاضر. وهو مريض مرض مزمن فضيله الشيخ، ربنا يشيل عنه ويشفيه لك يا رب. اللهم امين يا رب. اللهم امين. والده متوفي. حاضر. تابعينا حضرتك. قال له هو ربنا يخليه. بسالك دعاء ليا فضيله الشيخ بامانه، ان ربنا يشفيه ويخليه لي ويبارك لي فيه. امين يا رب. ويشيل عنه يا رب. امين. وكل مريض يا رب. امين. حاضر. تابعينا حضرتك. طيب، هو سؤالها الاولاني هو واضح. هو بدايه بس اقول لها شفاه الله وعافاه وجبره بجبريته والبسه ثوب الصحه والعافيه واطال عمره وعمرك واحسن عملكما. امين يا رب. الامر الثاني اللي هو السؤال الاول، يا اختي الكريمه قد ابنت عن النيه دون الجواب، يعني انت قلتي في النية هو نيته ايه؟ هو نيته ما يدخلش اهل ابوه في الارث، هذا حرام، هذا تعدي على حق الله وعلى شرع شرعه الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني اللي هو السؤال اللي هي بتسال، بتقول ان هي احيانا يعني حد مثلا يقول لها عندك حاجه، فهي الحاجه ما تبقاش عندها فتقول والله عندي، فعشان تخرجي من المازق ده تقولي عندي والله ان شاء الله. اذا استطعت ان انت تمتني عن اليمين فنعمه، والا فحط المشيئه، لان التعليق على المشيئه يخرجك من دائره الكذب ومن دائره اليمين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب، معنا مين؟ مدام مها. مدام مها من حلوين. اهلا بيك، اتفضلي. يا رب يخليكي حبيبتي. انا دلوقتي جوزي عامل عمليه قلب مفتوح، وانا دلوقتي اتدينت في كروت عشان انا نقدر ان انا اعالجه واعمل له العمليه. فدلوقتي انا مش عارفه ازيد، ومعايا بنتين، ومعايا بنت صغيره تعبانه قلبها بيوجعها وعندها الغده، فانا مش عارفه اعمل ايه. عليكي قد ايه؟ عليا 20. عليكي كم؟ 20,000. كم؟ 20,000. 20,000؟ طيب لبنك ولا لايه بس؟ نعم. لبنك؟ لا، لكروت في حلوان. يعني انت واخده من ناس؟ لا، جمعيات. لا. من جمعيات اللي احنا اتكلمنا عليها الحلقه اللي فاتت. اتكلمنا عليها. طيب حضرتك، طب سيب لنا رقم تليفونك بعد اذنك. ماشي حبيبتي. طيب، احنا لسه متكلمين على الموضوع ده الحلقه اللي فاتت برضو، المكاتب اللي هي بتاخد وتزود اللي هو ربا، يعني ده عينه الربا. ده الربا الفاحش، نسأل الله السلام. امين. يعني ربنا يفك دقيقتها. اللهم امين. خلينا ان شاء الله. الا اطوفن الليله على 70 من النساء، فانجب من كل امراه فارس يجاهد في سبيل الله. ونسي يقول ان شاء الله. انا هقول لك بقى على حاجه، يعني بقول لك ان شاء الله دي مهمه جدا. ليه؟ من كام سنه كده وانا في حلقه من الحلقات، انا دايما اقول ايه، اشوفكم بكره ان شاء الله. الحلقه دي انا قلت ايه؟ قلت بكره هعمل كذا في الحلقه، وما قلتش ان شاء الله. عملت حادثه. عملت حادثه.
طلعتش. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت. سيدنا سليمان طاف على 70 من النساء. واحد يقول لي ازاي؟ اقول له قوة الانبياء لا تسأل فيها عن كيف. لان لما تيجي تقرا في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سيدنا الحبيب كان يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد. بس احنا قوتنا زوته ابدا. كان يصوم صوم الوصال، كان يصوم بالاسبوعين ثلاثة ما يفطرش. فالصحابة عايزة تقلده، قال لهم لا، انما انا نبي أبيت عند ربي فيطعمني ويسقين. يا سلام. فما قالش إن شاء الله، فما أنجبش من ولا واحدة، إلا من واحدة أنجب نص راجل. طب عند الجزئية ده هناخد التليفون ونكمل. مو مهند، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي. ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ الحمد لله بخير. اتفضلي. ممكن بس أكلم الدكتور؟ اتفضلي الشيخ محمد معاك. يا شيخ محمد عامل ايه؟ ده صحيح؟ الحمد لله، حفظكم الله ورفع قدركم. اتفضلي يا ام مهند، هستأذنك بس وطي صوت التلفزيون واسمعينا من التليفون. حاضر حاضر حاضر. اتفضلي. بقول لك شيخ، كنت عايزه اسالك بس سؤالين. عندي جوز اختي لسه متوفي بحادثه. ساتر يا رب. وهم بيغسلوه كان في دم وكده يعني مطرح الحادثه. حطوه في كيسة وكفنوه عليها في الكيسة، كده حرام ولا حلال؟ السؤال التاني. عندك سؤال تاني يا ام مهند؟ والسؤال التاني، انا عندي 3 اطفال، والثلاث اطفال ساعات بيجننوني، وساعات افضل ادعي عليهم. يعني منكم لله حسب الله ونعم الوكيل فيك وكده يعني. قال الدعوات اللي انا بدعاها عليهم دول قال يستجاب. حاضر حاضر حاضر. طب اين يا ام مهند؟ أولا أسأل الله العلي القدير أن يرحمه رحمة واسعة، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان. نعم، فعل المغسل في هذه الحالة صحيح، ولذلك إحنا بنقول دايما نعم، لأن الدم هينجس الكفن، فهو بالغ في الغسل، الدم ما توقفش، بيقوم حاطط قطن ويحطه في مشمع او كيس وبعد حطه في الكفن عشان الكفن ما يجرالوش حاجه. وعشان كده انا بقول دايما لكل الناس، مش اي حد يتعرض للغسل، لازم يتعرض للغسل واحد يكون عنده فقه الغسل. لان بعض الناس احنا بندخل عليهم لا ده امين، دي قضيه كبيره جدا كمان، واقول لحضرتك ليه. لا، بعض الناس لما نخش عليهم بعضهم لا يغسل. ازاي؟ زي الناس يعني بيبقى يعني بتبقى طريقه غلط. لا، الجسد واصل لحاله ما ينفعش معاه غسل، ما ينفعش معاه لا تليف ولا حموم، فترمي عليه الميه ويدوبك تلفه في الكفن. وبعض الناس تيممه وتلفه في الكفن. ايه الحاله اللي ممكن؟ في حالات كتير، حالات مرضيه يعني، حالات الحوادث والحالات المرضيه، والحالات اللي ميت بقاله 3 ايام ومتعرض للشمس لحد ما الهدوم لزقت فيه، حاجات كتيره جدا 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 جدا. ويعني انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اللي يتعرض للغسل يبقى عنده دين ويبقى عنده فقه. لان القضيه يا جماعه مش قضيه جرأه، ومش قضية عصبية، ومش قضية مين. دي نقطة. النقطة التانية الأمانة. وخدوا بالكم يا سادة، عشان بس في عجالة، ده موضوع يؤرق. امبارح حد بعت لي رسالة على الواتساب عندي بتقول لي ان زوجها مات في الحمام وهو بيستحم. وصلني. فهل هذه خاتمة سوء؟ لا، مش خاتمة سوء. العلاقة ابدا خالص. ولا معناه ان هو مات في الحرم ان هي خاتمة حسنة. خلي بالكم من دي قوي. يعني مش معنى ان هو مات في ارض الحجاز ده راجل طيب. لا ابدا. ابو لهب مات في ارض الحجاز، ابو جهل مات في ارض الحجاز، مش علاقه ابدا. ويمكن سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود وسيدنا الشيخ شعراوي كانوا مره في زياره لدوله المانيا. فالمهم سيدنا الشيخ عبد الحليم محمود بيقول لسيدنا الشيخ شعراوي رحمه الله عليهما ورضي الله عنهما، احنا بعد ما نخلص المؤتمر ده نطلع يا شعراوي على سيدنا النبي نعمل عمره ونغسل هناك ذنوبنا. فقال له يا سيدنا، طب ما نعمل العمرة هنا ونتقرب إلى الله هنا. قال له هنا في وسط المجون والفسق والخمور؟ قال له يا سيدنا، ده سيدنا الشيخ شعراوي بيقول له
والله إن تقربنا إلى الله في هذه الأرض التي لا يعبد الله فيها إلا قليل سيأتينا رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. فقال له أنا كده كده أخلص وروح أعمل عمرة. يقول سيدنا الشيخ شعراوي في الصباح سيدنا الدكتور عبد الحليم محمود اتصل بي وقال لي يا شعراوي أنت عارف أنا شفت اللي لادي مين في الرؤية؟ قال له مين؟ قال له رسول الله. قال له أنا مش قلت لك إن هو هيجي لك هنا؟ سبحانك صلى يا الله رب عليه وسلم. عشان كده بنقول للناس مش معنى إن الميت بيضحك إن هو من أهل الجنة، مش معنى إن هو مكشر إن هو من أهل النار، مش معنى إن هو مبرأ مش عارف ماله، لا، في تعامل نحتاج فقهه حتى ندركه. وأنا قبل سابق قلت الميت بيبقى مفتح عينه نقعد نخزق في عينه، يا عم ما تخزقش في عينه، أنت لو شديت الصباعين الكبار دول العين هتنزل. سبحانك يا رب. لأن عرق النور هنا، عرق النور هنا، فأول ما تشدهم ينزل. ولذلك أعزكم الله وشفاكم وشفى جميع مرضى المسلمين، مريض السكر أول ما الصباع الكبير يتقطع يبدأ البصر يضعف لحد ما يروح. سبحانك يا رب. هنجاوب على سؤالها التاني بس ناخد أستاذ كريم. أستاذ كريم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. حضرتك يا فندم ازيك يا شيخ؟ الله فيك. اتفضل. أهلا بيك. معلش يا شيخ أنا بس عايزك تكون صبر كل واحد معايا بس لمدة دقيقة معلش أنا آسف. اتفضل. كان على دقيقة ماشي. معلش أنا آسف. نورتينا اتفضل. ربنا يخليك ميرسي لذوقك. دلوقتي يا فندم انا كنت من فتره كده من 2015 انا كنت المفروض ان ارتبطت بواحده بزوجتي يعني دلوقتي حاليا. كانت يعني انا طبعا كنت طالع من ساعتها من مشاكل جامده وكان الحمد لله الواحد حياته مرتاحه وميسره بس دخلنا في مشاكل يعني كانت والدي ووالدتي دخلت مشاكل والكلام ده كله فالواحد رجع تاني يعني مفيش الدنيا ما كانتش مرتاحه يعني. المهم انا كنت اتعرفت على واحده اللي هي زوجتي دلوقتي والمهم كنت فلما جيت لان انا فاتحها في موضوع الجواز كنت طبعا مش مقتدر ساعتها ان انا اتجوز فقعدت ادور على حل ايه الحل فخدت ان انا خدت كارد من البنك ان احنا نتجوز بيه. تمام. الكارد ده المفروض ان هو ممدود لسه لحد 2021 يعني لسه ما كمل يعني لسه ما خلصش يعني. في الاتفاق كان قبل الجواز بيني وبين زوجتي ان انا يا بنتي هو اللي هيتبقى من مرتبنا 1 2 3 هتقدري تعيشي معايا؟ اه هقدر اعيش. طب الدنيا تمشي كويسه انت واثقه من كلامك عشان مش هينفع في النص ان احنا نرجع؟ اه لا انا هستحملك. انا مضطر دلوقتي حضرتك انا عايز اقول لحضرتك ان انا دلوقتي بشتغل من بنزل 8 الصبح او 9 الصبح برجع الساعه 1 بالليل بشتغل شغلانتين عشان اسدد الحاجات اللي عليا. الله يعينك. جت في نص ربنا يخليك ميرسي لذوقك. جت في نص طبعا الجواز مشاكل كتير مراتي بطلت تصلي كل ما اكلمها في حاجه على طول نرفزه على طول خناقات. طب يا بنتي في ايه اللي انا مقصر فيه؟ طب انت مثلا ممكن ترد تتكلمي كلمه معايا مش كويسه فانا ارد الرد ب 10 فهي تتنرفز تبص لل 10 اللي انا اتكلمتهم وما تبصش اللي هي اتكلمت. فانا دلوقتي يا شيخ انا مش عارف انا في ابن ما بيننا في ولد ما بيننا انا دلوقتي مش عايز ان انا اظلم الولد اعمل ايه؟ اكمل ما اكملش؟ اروح لحد كبير من اهلها؟ رحت لحد كبير من اهلها كذا مره متعاطفين معاها طبعا يا كريم. طب هي مشاكلها معاك يا استاذ كريم الصرف والفلوس وكده ولا مشاكل؟ لا مشاكلها معانا بالنهايه كده بالبلدي كده انا اسف الكلمه اللي انا او المصطلح اللي انا بقوله ان هي مش قادره تكمل او زهقت او مش قادره تكمل ان كريم موجود مش موجود طول اليوم في البيت عشان حضرتك طول الوقت بره. دي نقطه دي حاجه غصب عني انا طب يا سيدي كريم يا سيدي كريم معلش يا شيخ انا اسف اكمل وخلاص انا طب اتفضل انا لو ما كملتش يا بنتي الشغل الصبح وشغل بالليل انا مش هنلاقي ناكل مش هنلاقي ايجار الشقه اللي بندفعه مش هنلاقي الكارد اللي انا واخده الالتزامات اللي علينا حضانه ولد الكلام ده كله. طب انا اعمل ايه؟ لو قعدت جنبك مش هينفع ولو برضه نزلت شغلي انت مش عاجبك طب انا اعمل ايه؟ يعني ليه يا جماعه بس دلوقتي في زماننا اللي احنا فيه ده وفي بلدنا اللي احنا فيها دلوقتي ليه اللي بيحاول يعمل حاجه كويسه ليه ما بتتملش؟ ليه دايما يعني ليه دلوقتي بقى سمه العصر الطاقه السلبيه؟ انا مش عارف في ايه؟ انا بدور على حل انا بتصل بحضرتك انا كل جمعه بتابع حضرتك. انا بدور على حل انا ولا في عند اهلي حل ولا في عند اهلها حل. هو الحل ان هي واحده كانت كويسه جدا في اول الدنيا وفي اول الحياه وفي اول الجواز والصلاه وقيام الليل وكل ده اتمنع. حاضر تابعنا يا استاذ كريم. طيب يا سيدي كريم بس انا عايز اقول لك انت التمست لها العذر وده جميل منك قوي. الزوجه تحتاج دائما الى زوجها ان يكون لها سندا ومعتمدا وامانا وامنا. ويمكن حضرتك الفترة دي كلها الله يعينك ويصبرك ويسدد ما عليك يا رب لكن هي في النهاية الله يعينها ويصبرها ويربط على قلبها ان زوجها مش موجود. الحل ربنا حطهولك في آية في القرآن قال لك تصبر
ليه؟ لانك انت وصلت لمرحله الكر. يقول ايه؟ وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. فاصبر واحتسب. اختي الكريمه، الزوجه الكريمه، كنت الزوجة الوفية ولا زلتي؟ وكنت الزوجة رفيقة الدرب وصاحبة المشوار ولا زلتي؟ اصبري واحتسبي، فمضى الطويل وما هان إلا القليل حتى تجني ثمار الصبر. وانا زعلان من كل ده، ان انت بطلت صلاه وبطلت قيام ليل. لان ده يدخلك في الايه بتاعت سوره الحج، ان انت بتعبد ربنا على شرط. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فان اصابه خير اطمأن به، وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره، ذلك هو الخسران المبين. بالله عليك عودي الى رشدك والى صوابك، واحمي عرينك وبيتك، حفظ الله بيتكما وادام عزكما. امين يا رب. ام عمر. الو. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. عليكم. بقول لحضرتك ممكن بس اتكلم الشيخ؟ اتفضلي، بس هستاذنك وطي صوت التلفزيون خالص واسمعينا من التليفون. ماشي، حاضر. اتفضلي. احنا معاكي. بقول لحضرتك انا بس، انا عايز بس اتكلم، بس اتكلم الشيخ اقول له على حاجه. اتفضلي. جوزي حليف عليا بالطلاق، قال لي روحي انت وطلقي، وانا كده مطلقه بالنسبه له ولا كده ايه؟ طب ده اول يمين ولا تاني يمين؟ هو على طول يعني بيحلف بالطلاق. طيب. بيحلف يعني بيقول عليا الطلاق ولا بيقول لك روحي وانت طالق؟ لا بقول عليا الطلاق. عليا الطلاق، لكن المره دي قال لك روحي وانت طالق. اه تمام. طيب عندك سؤال تاني؟ لا شكرا حضرتك. اشكرك على الاتصال. اجاوب؟ جاوب. حاضر. كنت هجاوب انا بس خلاص. حاضر. هو انا والله يعني هما بيقولوا لي ما تتنرفزش، وبيقعدوا يعني يزعقوا معايا في القناه ومش عارف يعني، وبيهددوني، بس انا هقول لكم دائما اقول تاني وتالت ورابع، اليمين لا يسمع من الزوجة أبدا. اليمين لابد يسمع من الزوج. ليه؟ هي قالت لك كتير. يجي الزوج يقول لك لا هو يمين واحد يا عم الشيخ، وأنا ما قلتش أنت طالق، أنا قلت عليا الطلاق، أنا قلت لو خرجت تبقي. كل اليمين ده يسمع من الزوج، لأن الزوجة في الشرع في قضية الطلاق متهمة. متهمة بإيه؟ بإنها تاخد نفقة ومؤخر ونفعه عده والامور دي وقائمه منقولات. فعشان كده احنا بنسمع من الزوج. وتاني وتالت، لو كل اللي في الاستوديو دول سمعوا واحد بيقول لمراته انت طالق، وجي قدامي قال لي الناس دي كلها كدابين، انا ما قلتش، القول قوله وهو القول وهو اللي يشيل الذنب، وهو اللي يشيل الذنب. فعشان كده اختي الكريمه رول يديك التليفون وارجعي، انا خادم تراب نعل الناس كلهم. فالزوج الكريم يكلمني علشان اساله واشوف نيته واشوفه عصبي ولا كيوت جميل كده امور كده حليوه، واشوفك انت اللي مجنناه ولا هو اللي مطفشك، عشان اقدر اطلع الفتوى سليمه صحيحه. لان ده يا جماعه انت تاخدي جوزك جنبك وانا اخش النار. طب انا بقى عملت ايه عشان اخش النار؟ طيب يعني خليني اعدي حتى ما اقف على باب الجنه، ما تدخلونيش النار. طيب كان في تليفون بتقول ان هي بتدعي على اولادها، يعني ربنا ما عندوش هزار وما عندوش، ربنا رحيم يقبل من القلب، لكن سيدنا النبي حذرنا من الدعاء على ابنائنا او على انفسنا او على اموالنا. لو اصابت ساعه اجابه ستجاب، وبعد كده تبقى انت اللي دعيتي. تمام. نرجع لسيدنا سليمان. عشان نختم بقى النهارده ان شاء الله قصه سيدنا سليمان. تختمي قدامك قد ايه عشان تختمي؟ قدامنا دقيقتين. الله اكبر. معاكي حلقه الحد ان شاء الله. اروح معاك لسيدنا سليمان. فربنا اداله نص ولد، فسيدنا سليمان ادرك ان هو قصر حينما لم يقل ان شاء الله. يعني ايه نص ولد؟ نص ولد، خلفت نص ولد. نص جسم يعني؟ نص جسم بني ادم، بعين واحدة، بنص فمي، بنص البطن، برجل واحدة، بإيد واحدة. ولذلك ربنا يقول إيه في القرآن بقى؟ ولقد فتنا سليمان
وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وهقول لك حته بسرعه في الادب. سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم في جن حب يلعب معاه في الصلاه، حب يساوره في الصلاه، حب يلبس على النبي في الصلاه، فالنبي مسكه وقام ربطه في عمود من اعمده المسجد وكان هيسيبه علشان بعد الفجر صبيان الصحابه يلعبوا بيه. شوفي، فسيدنا النبي تذكر دعوه سيدنا سليمان اخوه، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد ايه من بعدي، ففكه رسول الله وأطلق سراحه إكراما واحتراما لسيدنا سليمان. شوف الأدب الله. بتاع الأنبياء مع بعضهم، وده قمة الأدب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا سليمان حصل له مرض وبعدين بريء، فرايح له أحد وزراءه يزوره، فهو عنده كان عنده ملك الموت. فلما مشي ملك الموت، الوزير قال له مين ده يا نبي الله؟ قال له ده ملك الموت، كان شايفه. ما كان ملك الموت مرئي. قال له مين ده؟ قال له ده ملك الموت. قال له طب بالله عليك يا نبي الله أؤمر الريح أن تنقلني بعيدا إلى بلاد الهند. قال له ليه؟ قال له لأنني رأيته ينظر إلي نظرات غريبة عجيبة. طب هيروح لك هناك. فقال وهل هذا يمنعك من قضاء الله إذا كان قضاء الله قد حل بك؟ قال له بالله عليك يا نبي الله. مع إصرار الوزير سيدنا سليمان أمر الريح فنقلته إلى بلاد الهند. فجاء ملك الموت يزور مين؟ يزور سيدنا سليمان. فلما دخل على سيدنا سليمان قال يا نبي الله لما جئتك الزيارة الأولى تعجبت، وقلت حينما خرجت من عندك إلهي سيدي ومولاي أمرتني أن أقبض روح هذا العبد في بلاد الهند، فما الذي أتى به هنا في مجلس سليمان بفلسطين؟ فلما حانت ساعته ذهبت إلى بلاد الهند فوجدته هنالك منتظرا قضاء الله. سبحانك يا رب. قبل ما ننهي الحلقة أنا بس عايز أقول لحضرتك بشرة إن كل البنات اللي اتصلوا علينا طالبين الجهاز من فضل الله إحنا تواصلنا معهم الحمد لله، والحمد لله ربنا يسر أمرهم، وأنا يعني ممتن بالشكر لكل من امتدت يداه بالمساعدة. طبعا. بارك الله كمان فيهم نشكرهم كلهم. وسترهم الله كما أمين. ستروا أعراض المسلمين. وأقرئك السلام من أخت غالية في فرنسا اسمها هدى، أنا ما أعرفش هدى إيه بس هي أرسلت لي كده. وكان في أخ كريم جاني لحد المسجد اسمه عبد الفتاح جمال، جايب لي صورة جميلة جدا بس أنا استأثرت بها لنفسي ولا أعطيها لك. صورة إيه؟ صورة من برنامج جميلة جدا، فهو خد صورة من الصور اللي بتنزل من البرنامج وطبعها. يعني أنا بشكركم جدا وبنقل لكم تحياتي طبعا، وإحنا ناجحين بيكم والله، وبمشاهدتكم وتشجيعكم دايما لينا، ورب دايما نبقى عند حسن ظنكم. بارك الله فيك، أنار الله قلبك بالإيمان ووجهك بالسعادة والاطمئنان، ولازلنا في رحاب سيدنا إسماعيل إن شاء الله. نكمل لو عشت وكان لي إن شاء الله، ولو عشت وكان لي عمر أشوف حضراتكم بكرة الساعة 3 إن شاء الله. أشوفكم بألف خير. سلام عليكم. صلي على سيدنا النبي. ما هو سيدنا النبي قال لي لما هتصلي عليا ربنا يدي لك حاجتين، تكفى همك ويغفر الله ذنبك. هو أنا عايز إيه؟ ده جمع لي خيري الدنيا والآخرة. من كفاه الله همه سلم من محن الدنيا، ومن غفر الله ذنبه سلم من محن الآخرة. خلاص. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك وحبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تزيدنا بها في العلم فقها وأدبا ونحوا، وتزيدنا بها في الجسم صحة وقوة وحسنا، وتزيدنا بها في الرزق حلا وسعة ويسرا، وتزيدنا بها في الأولاد دينا وصلاحا وبركة، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف ألف مرة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.